يستذكر الموصليون اليوم الذكرى السابعة لسقوط المدينة بيد الإرهاب بعد أن احتلها تنظيم داعش عام 2014. وإليكم المشهد بالأرقام والإحصائيات عما تسبب به سقوط الموصل وتحريرها أيضا. خسرت الموصل 6 مستشفيات رئيسية و14 مشفى، وكانت تستوعب 7000 مريض، أما اليوم فلا تستوعب أكثر من 2000 مريض فقط. أما عن أضرار الحرب في نينوى فقد تجاوز العدد 100,000 عقار متضرر، وهذا ما سجل رسميا بمعاملات التعويض، فيما لا يزال هنالك آلاف العقارات خارج هذه الإحصائيات. وإلى أعداد الضحايا ممن أعدمهم تنظيم داعش وسقطوا بالعمليات العسكرية فيقدر العدد بالآلاف، أما المفقودين والمغيبين فأعدادهم كذلك، ولا يوجد أي إحصائية رسمية للضحايا حتى يومنا هذا. أما إلى ملف الجسور في الموصل فقد خسرت 6 جسور مهمة أعيد إعمار 3 منها، فيما لا يزال هنالك 3 قيد الإعمار، وهنالك عشرات الجسور الصغيرة تربط الأقضية والنواحي دمرت أيضا وأعيد إعمار بعضها. أما إلى ملف التعليم فقد خسرت الموصل 140 مدرسة طحنتها الحرب بالكامل، أما المدارس المتضررة بصورة جزئية تجاوز عددها 2000 مدرسة. وخلق سقوط الموصل شرخا مجتمعيا كبيرا بين مكونات المحافظة، وما تزال آثاره واضحة حتى هذا اليوم. أما إلى ملف النزوح فما يزال سكان الضفة الغربية من المدينة القديمة نازحين، بالإضافة إلى عشرات القرى في المناطق النائية. أما مجمع المباني الحكومية القديم فلم يعد إعمار أي شيء منه حتى الآن. فجر الإرهابيون عند احتلالهم المدينة جميع مراكز الشرطة والسجون والمواقف الأمنية، وما تزال الحكومة تعمل على إعادة بنائها. أما عن الآثار فقد كانت تركة الموصل ثقيلة، دمر الإرهاب المدن الأثرية وبوابات الموصل وثيرانها المجنحة بالإضافة إلى المتحف، ودمر أيضا مئات المواقع التراثية والأثرية بينها جوامع ومساجد وكنائس قديمة، أبرزها كان الجامع النوري ومئذنته الحدباء. 7 سنوات عجاف بدأت بهذه الذكرى ولم تنتهي حتى اليوم، وكل ما ذكر من أرقام هو ما توفر في الإحصائيات الرسمية والتقديرات أيضا، وكان هذا هو الثمن الذي دفعه سكان الموصل بصورة خاصة ونينوى بصورة عامة عند احتلال المدينة وعند تحريرها. من الموصل محمود الجماس، قناة التغيير.